فريقين يعني هنا في محكمة السلسلة ولد فريق خويا. الكلمه اللي غادي نزيد كان حنا فرحانين بهذا الحكم ديال اليوم اللي زاد بين على ان هذا السيد اللي نصب علينا في الاموال ديالنا من 2013 اللي ابتلينا ب مجرد اننا بغينا نشريو على السكن ديالنا تولينا في معاناه، واحد المعاناه اللي هي كبيره من 2013، دار معنا بانه غادي يسلمنا في 2015، تولينا في واحد المعاناه كبيره من 2018 وحنا في المحاكم، واليوم المحكمة كتثبت بأن هذا السيد اختلس الأموال، اختلس أموال ودانته بتأييد الحكم اللي هو 10 سنوات نافذة اللي تحكم عليه في المحكمة الابتدائية ديال بن سليمان. وهذا الشيء ما نقول أخويا، وحنا راه باقيين عندنا مطالب أخرى اللي دايرين شكاوي أخرى في المحاكم ديال عين السبع، ديال استرجاع الأموال ديال الشركات اللي كان داير هذا السيد هذا، اللي هما اللي داو هاد الفلوس هادو، اللي داو الفلوس لهاد الناس هادو، اللي الذنب ديالهم هما قرروا انهم يشتروا سكن في هاد ارض الوطن ديالهم، اللي استافدوا من واحد السكن تا ابتلينا بهاد الكارثه العظمى. وكنطالبوا من الله يدير لنا الله تاويل ديال الخير، وهذا الشيء اللي غادي نقول اخويا. وشكرا، شكرا لكم. لا احنا ما 15 عام ولا 20 عام غيعطيني فلوسي، خمس سنين دوزها وانا دوزتها معاه بردها بالشهر صيفه، حتى انا كنت مشجونه معاه، وفي الاخر يقول لك لا تعيط لحكم القهوة هو ما باغاش جامي 15 عام ويجي وانت خوه نعم ديالو. علاش ما جابوش؟ علاش الملفات كلها ما ناضوش شافوا الملفات اللي كانوا عاودوا يحيوها من جديد؟ علاش خوه ما جاش؟ علينا جاي نسمع خمس سنين اللي بقى له؟ جامي جاي نسمع خمس سنين اللي بقات له. طلب المبالغ المالية ديالنا ضروري المبالغ. أنا تقول لي خمس سنين كتأديب وي، ولكن كمبالغ مالية خاصها ترجع. قالت لك خمس سنين تخرج مع راسك، راه ديجا هز الإقامة ديالو هز الباسبور، دابا عرفتو فين غيمشي، دابا عرفت فلوسي فين غيمشيو، عرفت فلوسي فين غيمشيو. صافي انا ما كنراضياش على هادشي، ما راضياش جامي راضيه. يقول لكم عندي فيزا ديال امريكان بيان سور، ها هو دابا حرر فعلا فعلا، قال فين غيمشي عنده فين يمشي. دابا حنا عاطين المبالغ باش نجي نتسنط هنا، الحكم هو هذاك، خمس سنين داز، شحال بقى لي؟ فين فلوسي انا؟ قالت لي خدمت الكلمه ديالها، ها هو العدل، ها هو يحقق الحق. اليوم نصر القضاء المغربي، اليوم انا ماشي احنا اللي انتصرنا، القضاء المغربي انتصر، القضاء المغربي انتصر، القضاء المغربي انتصر. وكلنا كنقولوا من هنا راه حنا في حماك يا سيدنا، راه حنا في حماك. عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك، لان الملك هو اللي كيقول باللي القضاء خاصنا نحبسوا القضاء الفاسد. الملك ديالنا اللي على راس ربط المحاسبه المسؤوليه. الحمد لله. اللي قال هو انه تم تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المحمي حيوان وفن، وسوى الرئيس الهيئه على كردود اسماء. ملي كنقولوا تأييد يعني تأييد الحكم 10 سنوات 3 سنوات، وبما انه سول عليها فكان التنفيذ غادي يكون اليوم، ولكن هما عارفين التنفيذ غادي يكون اليوم، وعارفين باللي راه هما ما جابوهاش، ولكن هبطات واحد المطالب المدنيه ما قبلوهاش. وحنا هنا ما كتهمناش الحقوق المدنيه، هذيك 50 وهذيك 5 المليون والله ما كتهمنا. اللي كتهمنا هو الثقه ديالنا بالقضاء المغربي، الثقه ديالنا بالمؤسسات هي اللي كتهمنا في هذا الشيء كامل. المطالب الجديده ديالنا هو ان وكيل العام للملك هنا في محكمه الاستئناف كنطالبوه باش يشوف لينا القضيه ديالنا اللي عند الفرقه الوطنيه، ونعرفوا فلوسنا فين مشات. اليوم غتبدا حلقه جديده باش نرجعوا رزقنا وباش نرجعوا فلوسنا اللي مشات. ما نكذبش عليك، بغيتي مبالغ في الحكم؟ خمس سنين انا خدت وانا معاه، ومشيت تما وانا في الهواء الطلق، وفي الاخر تأييد الحكم خمس سنين، تبقى هي خمس سنين دازت وبقات.